الأكل يا خالي معالي قبل ما كان اسمه مقلوبة، بس صلاح الدين وقت اللي دخل على القدس هو اللي أطلق عليها الاسم. قبل كان اسمه باذنجاني. كانوا يقولوا له باذنجانية؟ أي. يا سلام على هالمخللات. نحن ما وينا. وصلنا للفقرة الأهم. هي العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وكلنا أي فيها مقلوبة هيك وأي فيها خلاص. رح أتركها إيه. هي تأخذ لك. هاتوا معالي وتعالوا. تتنفس شوي. يا شباب. وهلا رح نشوف المقلوبة رح تكون مثل قالب الكيك ولا لا. بسم الله أنا عم بسبح. وأهم شيء هي الطعمة. بسم الله. وكلنا على الله. سمي بالرحمة يا الله. أنا فناني فناني. بسم الله. يا عين يا عين. أول ما طالعت قالب. يسلموا إيديكي. الله يسلمك. إي والله مثل قالب الكيك ما شاء الله. والله وانقلبت المقلوبة يا خالي معالي. ما شاء الله ما شاء الله. والله ما يسخ يعني أخربها. وصلنا لأفضل فقرة وهي فقرة التذوق. يا سلام. من جد طيبة. إن شاء الله صحة خالي. عقلبك يا رب. حتى ملوحتها معتدلة. مدحي مدحي خالي بطبختها. تسلموا إيديك يا رب. من دون مجاملة. لا والله طيبة عالمية. مقلوبة ما في من بعدها مقلوبة. ما شاء الله. لهون بيكون انتهت حلقتنا. إن شاء الله يكون استمتعتوا معنا بهالمكان الحلو. من الآكون بحلقة جديدة ورحلة جديدة ولمكان حلو كمان. ولا تنسوا تشاركونا آراءكم وتخبرونا إيش بتعملوا إضافات على المقلوبة. السلام عليكم.